بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق الحبيب المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دروس وتعاليم لا تنتهي من سيرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من مقابلة نبي الله السيئة بالحسنة وتجاهله لكل ما حدث من قريش من تعذيب له ولأصحابه وكذلك من تسامحه معهم، إلا أن الغل والكراهية ما زالت تملأ قلوب المشركين. خالد بن الوليد على رأس كتيبة من المسلمين يتجه إلى مكة من الطريق الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلمح عكرمة وأصحابه. ما زال الغرور يركبهم، يقفون بتحد. والله لو اقتربنا منهم لتذيبهم حرارة أجسادنا. لا يا أخي، لقد أمرنا رسول الله ألا نقاتل إلا من قاتلنا. يا صفوان، أنت وعكرمة ابتعد عن الطريق، فنحن مسلمون مسالمون، لا نبغي قتالا. واللاتي لا تمرون إلا على جثثنا. والله لن نقاتلكم إلا إذا قاتلتمونا كما أمرنا رسول الله، وسندلف إلى مكة، فإن أردت السلامة فابتعد أنت ومن معك. إذا كان نبيكم قد أمركم بألا تقاتلونا فنحن نقاتلكم ونقتلكم. ها هم يقاتلوننا يا ابن الوليد. يا قوم، والله إنا قد نفذنا أمر رسول الله. صمم المشركون على القتال وهاجموا خالدا ورجاله في الخندمة، فاضطر خالد للدفاع عن نفسه، وما أن تقدم إليهم حتى تطايرت أجساد المشركين، فهرب من هرب وأصيب من أصيب. كان بإمكان خالد بن الوليد أن يسحقهم منذ البداية، إلا أنه حافظ على وعده مع رسول الله بعدم إراقة الدماء أو القتال إلا إذا اضطر لذلك. افتحي يا امرأة. اغلقي علي الباب يا امرأة. اتباع محمد. ماذا حدث يا رجل؟ طوفان يا امرأة، والله لو وقفت امامهم الافيال لسحقوها سحقا. واينما كنت تقول يا رجل، الم تعد بقطع رقاب هؤلاء؟ انك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، ضربا فلا تسمع إلا غمغمة. دخل جيش المسلمين مكة من أربع جهات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لقريش فرصة للتسلح والاشتباك مع المسلمين، فحقنت الدماء وفتحت مكة بإذن الله. عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى وطنه بعشرة آلاف مسلم أقوياء، وقد خرجوا منها ضعفاء معذبين،
دخلها قويا منتصرا، ومع ذلك كان يخفض رأسه تواضعا لله الذي أكرمه وأعز الإسلام بهذا الفتح العظيم. دخل وهو يقرأ سورة الفتح. وهنا تتجلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نجده في أثناء الطواف وقد وجد 360 صنماً، فجعل يطعنها بقوس في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فما يكاد يطعن الواحد منها حتى تسقط على وجوهها أو تنقلب على ظهورها حتى سقطت جميع الأصنام. هي معجزة ومظهر رائع لنصر الله وعظيم تأييده لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رسول الله الكعبة وكبر في جوانبها من الداخل، ثم صلى وخرج. ينادي رسول الله على عثمان بن طلحة ويعطيه مفاتيح الكعبة ويقول: اليوم يوم بر ووفاء. هنيئا لك يا عثمان، فقد عادت إليك مفاتيح الكعبة. ومن يفعل هذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يغفر ويكرم ويسامح. يا بلال، رسول الله يطلب أن تعتلي الكعبة وتؤذن. السمع والطاعة لرسول الله.
التفت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقال: بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ إني أذكر الله. تحدث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلين ورفق وقال له: اتق الله يا فضالة. ثم رفع يده ووضعها على صدر فضالة ومسح عليه وهو يبتسم ويقول: استغفر الله يا فضالة. والله يا رسول الله، قبل أن تضع يدك على صدري كنت أبغض أهل الأرض إلى قلبي، وما إن رفعت يدك عني حتى صرت أحب أهل الأرض إلى قلبي. يا فضالة يا فضالة، هلما نكمل الحديث يا رجل. يأبى عليك الله والإسلام، لو كنت رأيت محمداً ورجاله يوم تكسر الأصنام لعلمت أن دين الله أصبح ظاهراً والكفر يداس بالأقدام. آه، لو جمعت جيوش العرب وحاربت محمدا. فيربت رسول الله على كتفه ويقول له: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. فلم يكن أبو سفيان مسلما عن قناعة كاملة حتى هذه اللحظة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ثبت إيمان أبي سفيان بن حرب بعد أن رأى بعينه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيقن أنه نبي مرسل. أما مشركو قريش فقد اجتمعوا قرب مكة ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان من أثر ذلك العفو أن دخل أهل مكة رجالاً ونساءً أحراراً وعبيداً طواعية في الإسلام، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. اذهبوا فأنتم الطلقاء، قولة كريمة وعبارة يشهد لها التاريخ، لا تكتب بماء الذهب بل هي أغلى منه، إذ فيها عفو عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن آذوه وعذبوه، درس جديد من دروس السيرة النبوية العطرة في التسامح والعفو عند المقدرة.